الأستاذ محمد المون. شوفيني مرة وقفيني مرة ولا تنسانيش كده بالمرة، صفيني مرة وقفيني مرة. علموك تسمع تغني، علموك شوق الحبايب. يا قلبي سيبك من الحب سيبك، لا تقول حبيبي ولا حبيبك. يا قلبي سيبك 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 يا قلبي، قلبي ليه بتحلفني ليه، اخد بالحكاية واقدر يعني. سلموني على الحبايب وبعتوني، سلموني على مصر سلموني، سلموني على الحبايب وبعتوني. بحياتك يا ولد امرأتي، عيناها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام وورود، والشعر الغدري المجنون يسافر في كل الدنيا. الله على مشاعة الصوت، صوت شنيع يعني بجد. هو حد يعرف يعني بكل أمانة، حد يعرف يقدم ولا يتكلم ولا حاجة؟ الودان بس اللي شغالة في الفقرة دي، لأن أبدع الأنغام والألحان بجد سمعناها على إيد محمد الموجي. يتقال إيه فيه؟ مش هيتقال حاجة فيه، هيتقال هو كان بيقدم إيه؟ إزاي العيلة والأبناء والأسرة دي كلها محتفظة بالتراث الرائع؟ أنا مش هتكلم بقى خلاص، لأن عايزة أسمع، وهم النهاردة بجد هينجحوا في المعادلة دي، هيكلمونا عنه ويسمعونا كمان عنه. ونبدأ يعني دكتور غنوة الموجي، الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية. برحب بيك يا غنوة، منورانا بجد النهاردة. والموسيقار الأستاذ يحيى الموجي، الموسيقار والموزع العلامة من علامات عصرنا بقى الحالي، والموسيقار الشاب أحمد الموجي. أحمد برحب بيك، والقمر فرح الموجي الفنانة الجميلة، وهتسمعنا حاجات رائعة النهاردة. برحب بيك يا فروحة. طبعا كنا بنتكلم، يمكن حصل موجة من الحفلات الضخمة والتكريمات في المملكة العربية السعودية لكبار النجوم وكبار الملحنين وكبار الأسماء، اللي طبعا يعني معظمهم او يمكن 90% منهم هم مصريين. فحفل روائع الموجي كانت ليله لا تنسى، واحنا كلنا كنا فخورين وقاعدين بجد حاسين بفخر. فاحنا كنا عاملين كده قبلكم انتوا كعيله، فانا عايز اعرف اول حاجه انطباعكم عن الحفل ده ايه بعد بقى ما عدى وقت والدنيا هديت، واستلقيتوا اصلا الخبر ازاي؟ ادونا الكواليس بقى اللي ما شفناهاش في الحفله نفسها. نبدا دكتور يحيى ولا تتكلم؟ اتكلم انا ولا تتكلم انت؟ انت اللي بدات بالموضوع. هو اللي بدا بالموضوع، حضرتك اللي بدرت بالموضوع. احكي لنا. طيب انا كنت في شهر فبراير اتصلت بالمستشار تركي الشيخ، قلت له 4 مارس عيد ميلاد محمد الموجي. في فبراير ده مفيش اقل من شهر. فقلت له عيد ميلاد محمد الموجي في 4 فبراير، وكانت المئويه على فكره. والمئويه في نفس الوقت. يعني كانت هيتم 100 سنه على ميلاده يعني. فقال لي شهر مش هلحق، مش هنلحق. ليه ما كلمتنيش قبل كده؟ هي الفكره جت في دماغي، قلت اتكلم واجرب يعني ممكن نعمل حاجه حلوه. فقال لي لا، طب نخليها في شهر يعني ما بين الميلاد وما بين الوفاه. الوفاه 1/7. ايوه. فقال لي طب خلاص نعملها في شهر 5 عشان نلحق نجهز. قال لي دي اهم حفله في حياتي،
فالكلمة دي يعني كده يعني وقفت عندها كده. قال لي دي أهم حفلة في حياتي هعملها، وأنا من محبين محمد الموجي وعايز أعمل له حاجة تليق بيه. هو كمان لأنه اشتغل مع النجوم اللي علموا جدا في العالم العربي، واشتغل مع نجوم العالم العربي كمان ومن السعودية. ده اللي أنا عارفه يعني. طلال مداح أعتقد. طلال مداح وغيرهم. خلينا بس نقول الحفلة طلعت بالمستوى اللي كنتوا تأملوه كعينة النجوم الليلة التكريم. طلع ما فيش احلى من كده تكريم وما فيش احلى من كده حفله يعني فعلا. وقمنا يعني قمت بتوزيع بعض التوزيعات ووزعت الاغاني توزيع جديد بس ايه مع محافظه على كيان الاغنيه نفسها من غير ما العب في الاغنيه ولا حاجه، احافظ عليها واحط لها شويه توزيعات كده خفيفه تناسب كمان العصر تناسب بالظبط بدون المساس بشخصيتها الموسيقيه بالظبط كده. دكتور غنوة، دايما بيبقى لك وجهه نظر في الحفلات الخاصه بالموجي، ويعني الاول قول لنا انطباعك لما عرفتي عن التكريم ده والليله دي. على فكره الليله دي ساعات بيعيدوها وكل مصر بتقعد تتفرج عليها تاني وبتسمع الاغاني، فعايز اعرف انطباعك وشفتي التقدير ده لمصر وللموجي ازاي. انا بقول مصر الاول، تكريم الموجي هو تكريم مصر طبعا اكيد. ما يبقى في ملحن مصري بيكرم خارج بلاده ده بيبقى شيء حلو جدا لمصر، يعني لينا حاجه كبيره جدا. وما يكون بقى لبابا ده حاجه كانت طبعاً يعني جامده جدا طبعا. هي الحفله الحقيقه كانت حلوه قوي، يعني احلى مما كنت متوقعه كمان، واختيار الاغاني كمان كان حلو جدا، واختيار الأصوات اللي هي هتقول الأغاني كانت مناسبة جدا برضو. يعني كانت حفلة من الآخر 10/10 في كل حاجة بصراحة يعني. فكان يوم حلو، خصوصا أن يحيى برضو كان مشرف على الحفلة وعلى البروفات وعلى هل ليكي كان سي أو كان رأي في أي حاجة؟ هل اخترتي بعض الأغاني أو بعض مين هيغني إيه ولا ما كانش ده متاح؟ هو ده حصل مع أحمد، لأن أحمد عمل ميدلي عزفوا رمزي ياسا في الحفله. فكان بيسالني يا ماما احط ميدلي ايه جنب ايه، يعني ايه اللي ينفع ايه جنب ايه. فبقيت اقول له الاغاني ايه اللي تنفع تبقى على البيانو حلوه جدا. فكنت معاه خطوه بخطوه وهو بيعمل الميدلي دوت يعني. التكريم في مصر حصل كتير وحصل على مدار السنين يعني. ايه اهم التكريمات اللي شايفينها كمان حصلت في مصر، وشايفين انه مهم ان يبقى في تكريم من البلاد العربيه لكن طبعا من مصر اكيد؟ اكيد طبعا. هو بابا اتكرم كتير على فكره في حياته. ايه اهم التكريمات اللي حصلت لا في حياته وبعد رحيل؟ في حياته طبعا اتكرم من رؤساء جمال عبد زي الناصر زي ما عبد الناصر احنا شفنا طبعا، وانور السادات وحسني مبارك. وطبعا دار الاوبرا المصريه كرمته، طلع غنى في يوم التكريم دوت، يعني كان لا كرم في حياته كتير يعني. فرح، انت ايه علاقتك بالموجي؟ يعني علاقه فنيه طبعا اكيد، لا غير القرابه، قول لنا القرابه الاول وبعد كده هسالك. هو الموجي عم والدي. عم والدك. طيب انت بقى شايفه علاقتك بيه عامله ازاي؟ بتبصي له ازاي؟ هو انا تقريبا اللي هيركز معايا وانا بغني في معظم الوقت، انا بغني الحانه معظم الوقت. وعلى فكره ممكن اكون مش متعمده يعني، احيانا كتير ابقى بسمع الاغنيه انا خلاص تلقائي بروح لالحانه حتى انا مش عارفه ان هي دي لحن، وبعدين اكتشف ان هي دي لحنه، فلاقي نفسي يعني انا بقالي كتير قوي بطلع اغني تقريبا، يعني لو محدش يعرف هيفتكر ان انا قصده، انا كل شويه بختار الحان الموجي الحان الموجي طول الوقت بطلع اغني الحان الموجي، مع ان انا ممكن ما ابقاش عارفه ان هي دي لحنه. بعد ما اخلص ايه ده دي لحنه، ما اعرفش انا بحس ان انا بروح كده بتميل بروح هنا جينات ما اعرفش الدم والله الدم بيحن طبعا 100%. انت يا احمد يعني بما انك برضو بتنتمي لجيل الشباب بتشوف الحانه ازاي دلوقتي؟ الشباب بيقولوا رأيهم في كل حاجة وفي أي حد وما بيهمهمش حد. لا بالعكس، أنا بلاقي آراء حلوة جدا طبعا ده أكيد، بس أنا بتكلم عن رأيك أنت بقى الفني. لا رأيي أنا أنه ألحانه مناسبة لكل زمن وكل جيل يعني، كان مجدد كمان في الموسيقى بتاعته أصلا طول الوقت. هو كان مجدد في ألحانه دايما، لما حد بيجي يسمعها بتكون فريش على ودن اللي ما سمعهاش قبل كده، صح، وسهلة وتدخل القلب والودن بمنتهى السهولة، الواحد بيبقى عايز يرددها على طول. ف يعني انا مش شايف ان الحان وقفت عند مرحله معينه وخلاص الناس مش عايزه ترددها تاني او كده، بالعكس ده في ناس بتحاول تجدد وتعيد توزيع الحاجات تاني ويقدموها باصوات جديده. وانت بتعمل ده؟
بعمل ده بحرص طبعا برضو، لان زي ما استاذ يحيى قال الحفاظ على طبعا بحافظ على الهويه. ولو هضيف وجهه نظر برضو او احاول اتجرأ شويه، برضو بقدر الامكان ما اغيرش من ملامح اللحن نفسه. فنان يمكن عائلات فنيه كتيره بتواجه دايما مشكله الملكيه وتراث الموجي او تراث الفنان اللي هم يعني من عيلته، يعني تراث الموجي ملك مين؟ هل عندكم اي مشاكل في القصه ديت ولا تمام؟ الحقوق بتاخدوها ازاي؟ بتتقاضوها ازاي؟ او ولا في مشاكل في القصه دي دكتور هنا او دكتور استاذ يحيى برضه ممكن يقول لنا؟ هي جمعيه المؤلفين طبعا. جمعيه المؤلفين هي المسؤوله عن تراثه. حلو. وفي نفس الوقت احنا برضو بنمتلك تراثه، واي حد عايز يغني اغنيه من اغانيه بيلجا لنا الاول عشان نديله تنازل على انه يغني الاغنيه دي، يغنيها شيء ويعمل لها مثلا اعاده توزيع، اعاده توزيع او يغنيها. يعني منفتحين لده، يعني مثلا في ناس تقول لك لا احنا مش عايزين كده التراث. يعني مثلا لما حصل ده في برضه في المملكه العربيه السعوديه مع ام كلثوم، لا كان في مشكله، يعني اولا الجمهور ما تقبلش مبدئيا، يعني جزء من الجمهور ما تقبلش، والناحيه الثانيه كان في مشاكل، يعني كانت الناس شايفه انه لا ده تحديث زياده عن اللزوم لتراث ام كلثوم. تحبوا تعملوا كده مع موسيقى الموجي منفتحين لدوت، يعني الريمكس اعاده التوزيع اجيال جديده تغني؟ طبعا احنا يهمنا انتشار الاغاني وتفضل الاغاني عايشه، يعني ما بنمنعش، بس اعاده التوزيع ما تغيرش من الاغنيه نفسه، من شخص من الكور زي ما بيقولوا، من اللحن نفسه. في توزيعات فعلا بتضيع اللحن الاساسي. فطبعا ده مش غنوة. انت نفسك كان عندك مشكله في حكايه توزيع اعاده توزيع الاغاني، مش كده؟ كان ليكي تعليق اكتر من مره، اعلان في رمضان اللي فات ظهر على الشاشات، ليه التغيير زي كده؟ ليه كده؟ يعني انا دلوقتي عايز اعرف، انت يا موزع، انت موزع وفنان، ليه بتاخد اللحن الاصلي وبتغير فيه بتلعب فيه ليه؟ ايا كان بقى الموجي او غيره، يعني هل الموزع مش قادر يعمل ده؟ الاصلي اللي وزعها مش قادر يعمل ده؟ لا بس الريمكس ده او اعاده التوزيع دي حاجه اتجاه في العالم كله، ما يغيرش هويه الاغنيه. لا بيغير جمله موسيقيه، هو بيغير جمله موسيقيه، ما يضيفش جمل ثانيه على نفس الاغنيه. شايف ايه؟ انت برضو يعني ممكن تقول لنا انا ليا راي في الحكايه دي. انا دلوقتي واغلب الناس اللي بيعملوا كده بيبقوا دي جي، بيبقى الخلفيه بتاعتهم موسيقيه تكنولوجي اكتر ما هي معرفه موسيقيه. بيبقى ما عندوش الميوزك ثيوري الكافيه ان هو يستوعب لحن في تفاصيل كتير كده. الجنرات او انواع الموسيقى الجديده اللي موجوده بتكون نوعا ما خفيفه، ما بتستوعبش اللحن بتفاصيله دي كلها، لان هي الكترونيه بالظبط، او يعني مع ان في انواع اصل برضو في شرايح لانواع الموسيقى دي، في حاجات تستوعب الالحان العميقه دي، وفي حاجات تانية لا خفيفه ما تستحملش خالص. فاغلب اللي بيلجا لكده بيمسكوا نوع الجانرا اللي هي بتكون خفيفه كده، فبيضطر عشان يبقى التوزيع لايق مع اللحن بيسطح اللحن، وده اللي حصل المشكله بتاعت دخلتوا في صراعات في القصه دي؟ لا هي ما حصلتش في الحان، ما حصلتش في الحان. لا لا استاذ يحيى يمكن حصلت لا ثانيه واحده حصلت انا ما سمعتش. اغنيه اكدب عليك اتعملت، اغنيه ايه؟ اكدب عليك ترى اكدب عليك ترى اكدب عليك اكدب عليك ترى اكدب عليك اكدب عليك. لا 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 ده كان امتى ده؟ انا افتكرت انا كنت ناسيها. ايوه ليه بتعملوا كده؟ ليه؟ تشويه ليه؟ هو ده اللي انا بتكلم فيه. ليه؟ ليه؟ ده كان حد بيجري ورا الموزع، بيجبر بيجبر اللحن على نوع موسيقى مش بيلوي دراع اللحن، بيعوده. مش كل الاغاني اللي ينفع معاها كده تمشي على دي، لكن اكدب عليك لا ما ينفعش. يعني لازم يكون في سنس، ولازم تتعرض عليكوا، لازم تتعرض عليكوا وتشوف ونوافق ده او لا ممكن ولا لا. مشغول مشغول واحد. انتوا عندكم كمان ايه الحس الفني؟ طب ما تسمعنا بقى حاجه. انا متضايق دلوقتي عشان لا 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 ابدا انا بتعصب ولا كان اللي ضايقك يا استاذ يحيى، ده عشان تروق بقى. سمعنا اللي بجد بقى، افتكر حاجه مضايقاك، خرج الجديد بس انا عاجبني الريمكس ده، حاطه معلقه في وداني مش حصل نسيت والله عشان ما علقتش معايا. Thank you.
زمان بخبي الشوق داري لا يعرفوا الجيران من حبي فيك يا جاري يا جاري من زمان بخبي الشوق داري لا يعرفوا الجيران واخبي الشوق داري اداري لا يعرفوا الجيران شبك وشبك وحياة حبك ما شبك أنا غير شبك وشبكنا وعيون تنده وتشاور وتدوب شواب بسمة وعيون تفهم وتحاور وتكلم ويا النسمة وخبي الشوق وداري أداري لا يعرفوا الجيران لا مش عاد ده حصل وحصل ان بابا اختفى كام يوم كده فماما قالت ظروف غامضه بالظبط ظروف غامقه ظروف غامضه فقالت بس هو عبد الحليم هيقول لي هو فين فكلمت عبد الحليم بتقول له هو الموجي في بابا يعني فين فين راح فين قال لها محبوس قالت له يا نهار ابيض وانت سايبه محبوس يا حليم هو عمل ايه علشان يتحبس قال لها ما هو علشان ما عملش اتحبس يعني هي فاكره انه اتحبس ايوه عمل حاجه يعني. بالظبط عشان ما عملش اتحبس لما هيتحبس هيعمل اربع سنين فعلا قعد اربع سنين مش اربع سنين مش اربع ثلاثة يعني الحبس كان مدته لا مش بتكلم لا 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 بتكلم على انه هو في احد الفنادق يعني اتاخر فيها على ما عملها هو كان رايح جاي كده يعني مش عليها اربع سنين يعني يعمل مذهب ويرجع يرجع مقدمه ويرجع عشان الكلام صعب قوي هو كان بطيء ولا سريع يعني في مرحلين انتاج مع انه انتاجيته كبيره وانتاجيته كبيره بس البيس بتاعه مش كل لو تعرفه يعني في اغنيه عملها في ربع ساعه اغلى اسمي في الوجود دي عملها على سلم التلفزيون وهو واقف وبوسط القمر وبوسط القمر دي في ربع ساعه يعني عايشه جبار في يوم برضه يعني قرات في الفنجان اربع سنين وجبار في يوم جبار في حالها قراءه الفنجان ويمكن برضه استاذ يحيى يقدر يفيدنا في الحته دي ان المقدمه بتاعتها كانت اغنيه لوحدها يعني طبعا. المقدمه أغاني. بتاعت قارئه الفنجان طبعا. ملهاش علاقه بالكلمات يعني ممكن نقعد كده نسمعها في فقره هي لوحدها الموسيقى لوحدها هو الجزئيه دي راحت من فننا فين او من موسيقاتنا فين يعني دلوقتي ما بقاش حد يؤمن بالمقدمه الموسيقيه طبعا. زمان الملحن او الموسيقار ما يعملش مقدمه موسيقيه او عملش اغنيه فهي دي اختفت فين العصر طبعا عصر الطرب بتاع زمان والهدوء والقعدة ونقعد نسمع أغنية طول الليل ده ما بقاش موجود دلوقتي احنا دلوقتي في عصر السرعة الإيقاع يعني بس بنرجع نسمع الأغاني القديمة يا أحمد بنرجع لها وبتقعد تسمع المقدمة الموسيقية دي وانت يعني في دنيا تانية في الزمن بس احنا في زمن غير الزمن ما استيل لسه مطلوبه يا احمد ليه ما بقتش بتتعمل من وجهه نظرك بما انك يعني موسيقار شاب هو ده على فكره في كل العالم مش هنا بس يعني زمان كان في اوبرات وعروض والناس تقطع تذاكر وتتشيك وتروح عشان مزيكا تحضر حاجه يفصل عن العالم كله عشان احضر الحاجه دي فدي كانت حاجه في العالم كله هنا في مصر الناس تقطع تذكره وتتشيك وينزلوا عشان يحضروا حفله الام كلثوم بس لا زال في كده يا احمد برضه يعني اقل رجع حتى في العالم بدا يرجع بقى يعني لو تعرف مثلا اسبوع من اسبوعين كان هانز زيمر في دبي عامل كونسرت عظيمه فظيعه واللي حضرها معظمهم الى ما يكن كلهم طبعا عشان السينما يعني بس معظمهم كانوا شباب بس هي كانت كونسرت
الفكر اختلف شويه بقى، في ابهار مش عارف ايه بالزبط. بس انا حاسس ان بالعكس الشباب عايزين يرجعوا يروحوا للحاجات دي، ولا ما بقيناش نعرف نعمل الكلام ده؟ لا بقى يحصل يعني. طب ما انت عملت ايه يا عم في الكباش وكانت زي الفل يعني، ايه اللي حصل يعني؟ هي مره وكانت اوركسترا وحاجات. لما بيتاح، لما بتتاح مساحه للموسيقى طبعا، لكن مادام ما فيش حد بيتيح للموسيقى وعايز الاغنيه بس كده سريعا تطلع استهلاكيه، اعتقد ده اللي بيحصل دلوقتي. هي محتاجه فعلا يعني مساحه الناس تهتم بيها. طبعا الحاجات دي محتاجه دعم مادي كبير جدا، لان انت بتتعامل مع اعداد كبيره وده مش بعدد العازفين بس، كمان اللي هينتج يعني انتاج فني برضه محتاج يتفرغ للحاجه دي، فبياخد وقت طويل، تكلفه كبيره، الفينيو والمكان اللي بيتعمل تكاليفه كبيره قوي، عكس ما انا ممكن اعمل حاجه في البيت، حاجه 3 دقايق واعملها ابلود صح في كل البلاتفورمز خلاص. صح بالظبط. فانا هروح لمين؟ فالموجي قدر يعمل ده. عايزين كالوسه صغيره بقى من كالوسه الكباش يعني، اي كالوستك اي انسايدر كده. عملتها في قد ايه؟ ده اول سؤال على طول لازم اساله اي حد عمل حاجه كبيره كده. عملتها في 20 يوم. 20 يوم برضو قليل. ما قليل، لا كان ضغطه جامده جدا، ما كنت بنام 3 ساعات على فكره. قال الموجي ما بيشتغلوش الا تحت الضغط. واضح واضح بقى كده. اه يعني احبسوه في حته هيطلعوا لكم انتاج موسيقي رائع. مش الفكره، اصل حد هيقول لي حاجه من غير ما يقول لي ان عايز استلمها امتى، ما بحسش ان في جديه قوي في الـ في الـ بيطلب مني، او ان الكلام هيتغير. لكن لما بقى عارف ان في ميعاد هسلم فيه الحاجه، ديدلاين. اه ديدلاين، ما بحبش كلمه ديدلاين دي، بحس انها يعني احس ان في خاص هلاك فيها حاجه كده. ايوه في خطوره يعني، فلا يعني حاجه هسلمها في ميعادها، باخد الموضوع بجديه وهركز وهعمل يعني المطلوب. اه بصراحه. وكان معايا بس على فكره احمد وزع برضو اغاني. انا كنت هسالك فخوره بيه، هتنطلق انا طبعا فخوره بيه جدا جدا، وبتبسط جدا لما بلاقيه يحقق نجاحات، بحس ان تعب يجيب فايده يعني. وزع اغاني وتعب انا بلاش يعني. لا لا ده ليه صوالات وجوالات. انت موضوع تاني. انا كام بقى، انا كام يعني التربيه بقى والكلام ده. لا وزع اغاني افلام لبابا. كانت مين اللي غناها يا احمد؟ مدحت صالح. اه السينما. أيوه. سنه سينما. سنه سينما. دي البروجكتين دول اللي هم كان دويتو مع مدحت صالح وريم عبد الحكيم. ده انا اللي ولسه هيعيدوها تاني قريب كمان. اه أيوه. فكل الحاجات دي توزيعاتي والله. مش عايزين مش عايزين نضايقه عشان هو لسه هيعزف لنا تاني وبتاع. بس لا لا توزيعاته حلوه والله. لا يعني بنحاول. بتسمع استاذ يحيى التوزيعات الجديده؟ طبعا. يعني بتاخد ايه رايك في ده؟ ده من وانا يعني لسه بحبي في الموسيقى كده كنت اسمعه. وهو يبص لي كده ويسكت. يطنش. يعني ايه مش فاهم. حلو ولا وحش ولا في ايه؟ ويسيبني اجرب اعمل ايه واشد في شعري وما اعرفش ايه، يقول لي عملتها قبلك. الشد في الشعر. هاجي اعمل حاجه ولا ايه؟ لا اجي الف حاجه، ما انا بحب الف وحضرت اجواء موسيقيه كتير، فعايز بقى ابقى جوه الموضوع. فاجي الف وبتاع واجي اسمعه وابقى طلعت روحي في الحاجه دي، واجي اسمعه له اديها له في الشريط، كان وقتها في الشريط يعني. فادي له يسمع عملتها قبلك مني. ويقعد يقول لي في حاجات اللي هو ايه يعني اللي يسمعها يعني الفكره تكسير مقاديف، بس هو بيستفزني عايز اشوف اخري ايه. طلع احلى. يشوف اخري ايه. طب بمناسبه بقى الاستفزاز يعني. يعني حلو انه يقلد، بس شوف بقى خط ليك لوحدك. حلو قوي. انا عايز امسك الخطه دي الخيط ده. لانه حكايه الموجي من الاول طبعا اتقالت كتير، بس لما نسمعها كده على الرايق لذيذه قوي. هو كان رايح يقدم كمطرب مش كموسيقى. حصل ايه في القصه دي؟ ولما ما اتقبلش كمطرب عاند برضه، وواضح ان العند ده سمه عائليه، وبقى النهارده محمد الموجي. فانا عايز اعرف الحكايه جت ازاي، وازاي ما اتقبلش اصلا كمطرب مع انه صوته حلو جدا. هو جدا اترفض كمطرب وقالوا له انت ملحن كويس. ف يعني الطرب دلوقتي احنا محتاجين اصوات بقى تقيله. صوتك خفيف وضعيف حنين. صوتك مش عايزين اصوات جنبه. اصوات مين بقى؟ عبد الغني السيد. عبد الغني السيد محمد قنديل. دول داخلين يقدموا يعني ولا ايه بالظبط؟ كانوا في الساحه وقتها، فطبعا لما جه هو يغني
لقوا صوته اضعف منهم بكتير. مفيش بقى حصل مقارنه فقالوا سؤال كمين اللي في اللجنه عندي فضول فظيع. في مصطفى بيه رضا ماشي معروف ان دوت يعني ما بيفوتش الهفوه حلو فيمكن يكون هو اللي قال له ما لا تصدق. فاكره مين تاني ولا كان حافظ عبد الوهاب؟ اوكي لا حافظ عبد الوهاب كان رئيس الاذاعه ساعتها. كان رئيس الاذاعه. اتعامل مع الموضوع ازاي؟ يعني اتضايق لما بيحكي كان على القصه دي كان بيحكيها وبيهزر بيضحك ولا كان بيحكيها؟ لا هو بيعدي عليها كده. هو مصدق حط رجله في الاذاعه يعني خلاص انا بقيت ملحن في الاذاعه. طب كويس فاتب يعني اي مكان وابتدوا يدوا له الحان واركان وحاجات كده في اللي بتتم. بس بعد ما وصل بقى الموجي وهو كان حلمه الاولاني الغنى هو كان ممكن قوي يعمل اغنيه لنفسه محدش كان هينطق ولا يفتح بقه لما الموجي يغني اغنيه من الحانه. فليه ما استغلش الحته دي اذا كان فعلا الشغف بتاعه كان غنى؟ هو ولا بس فكر؟ يعني لا هو يعني ما فكرش يغني قوي يعني قال ايه طيب انا خلينا ملحن في الاذاعه وهعمل اغاني لركن الهواء وركن مش عارف ايه وحاجات كده. وقابل عبد الحليم لما قابل عبد الحليم لقى نوعية صوت عبد الحليم نفس نوعية صوته بالظبط وقريبين من بعض قوي. وبابا كان يديله اللحن كان عبد الحليم يغني زيه بالظبط بالملي. فقال بس خلاص انا كده ارتحت من حتة الغنى انا هلاقي اللي يوصل الحاني للناس. قال انا لقيت صوتي خلاص. بس جبار ما لقاش صوته ولا حاجه. بيتقال ان جبار كان الطبقه بتاعت عبد الحليم عاليه قوي. لا الاغنيه عاليه قوي على طبقه عبد الحليم. ايه الموضوع ده؟ ما هو ده حقيقة؟ ما هو ليه اداله المساحة الصوتية العالية قوي دي؟ هو الموجي فيه ميزة ان هو بيبقى عارف كويس قوي الصوت اللي قدامه ده امكانياته ايه. وبيقدر يطلع مناطق من الصوت نفسها المطرب نفسه ما بيعرفهاش. يعني هو كان بيحب دايما يسمع اوبرات موسيقات كلاسيك. فالاوبرا كان متأثر بيها شوية فراح مدي لعبد الحليم جبار تأثرا بالأوبرات اللي سمعها. فلقى عبد الحليم ان هو قدر ان هو يجيب المساحة الصوتية العالية من اول مرة؟ معاناش معاه في القصة؟ لا هو عبد الحليم هو عانى معاه شوية. لا ما عارضش عبد الحليم يعني ما اعترضش الأول على الطبقة دي. لا ما اعترضش لأن صوته جايبها. صح. طب بداية علاقته بأم كلثوم وليه ما اشتغلش معاها كتير مقارنة بملحنين تانيين مثلا زي بليغ؟ وبالنسبه له هو ان هو اشتغل مع عبد الحليم كتير، هل ده ليه علاقه بفكره خامه الصوت دي انه كان ميال اكتر لحليم ولا صداقتهم ولا ايه؟ لا هو كان عامل مدرسه محمد الموجي للغنى للمطربين. فالمدرسه دي طلع بقى مطربين كتير فكان مشغول بالمدرسه دي اكتر من انه يلحن لام كلثوم يعني. وهي كانت بتبقى محتاجه تفرغ. تفرغ هي كانت بتطلب ان الناس ما يعملوش حاجه غيرها. خرج منها عادل مأمون محرم فؤاد التلباني ماهر العطار مها صبري شريفه فاضل كمال حسني يعني مجموعه هاني شاكر طبعا اخرهم طبعا. احنا معانا عندنا فيديو مش اكتشافه ودي المدرسه بس دي المدرسه بتاعته اللي هم كانوا طلبه فيها يعني. احنا معانا فيديو لام كلثوم بتتكلم عن الموكي نشوفه ونرجع نبني عليه بقى على الكلام الحلو ده. ايه رأي حضرتك خصائص الاصبجي كملحن وقيمته؟ الاصبجي كان عالم. استاذ محمد الموجي ايه راي حضرتك فيه؟ ده امتدادا للاصبجي يعني دلوقتي احنا خدنا في امتدادين. سيد مكاوي امتداد لزكريا احمد. ايوه. ومحمد الموجي امتداد للاصابجي. دلوقتي لو يعني الموسيقار الموجي كان موجود في وقتنا هنا الاصوات عندنا كتير كان ممكن يلحن لمين؟ لكل الاصوات الطربيه يعني اللي موجود ما بيننا دلوقتي هاني شاكر علي الحجار محمد الحلو محمد ثروت هو بالفعل لحن لهم كلهم. مدحت صالح طبعا كان هيلحن لذكرى الله يرحمها. الله يرحمها. امال ماهر طبعا هيلحن لها. مي فاروق انغام شيرين. مين ريهام عبد الحكيم. يعني لا عندنا اصوات حلوه بس كان فعلا ممكن يلحن الاصوات دي.
كان ممكن. هو فعلا اخذ عبد الوهاب اخذ منه لحن وهو بعد كده اخذ اقتبس برضه لحن من عبد الوهاب، هل ده حصل فعلا؟ لا عمره ما اقتبس لحن من عبد الوهاب خالص. وعبد الوهاب يعني احنا ما بنحبش نخوض في الموضوع ده. بلاش لكن حتى في جمله مشهوره ايه، لا ليه ما بنحبش نقوله لا ما يعني مفيش لا هو هو بابا نفسه ما بيحبش ما كانش يحب يتكلم في الموضوع ده، كان وكان دايما عبد الوهاب قال فيها كان يقول ما تتكلموش، هو كان بيقول لكم ما تتكلموش وانتوا على العهد ما شاء الله. ده ابويا ياخد اللي هو عايزه ما تتكلموش في حاجه. صحيح. طيب ليه في ودي بقى صغيره شفناها كتير، يعني ليه في ملحنين ممكن ينجحوا جدا مع فنان وما ينجحوش مع فنان تاني؟ يعني مثلا بنفس الاغنيه ها نفس الاغنيه ونفس اللحن, اللحن. بالظبط. يعني انت مثلا عندك السنباطي نجح جدا مع ام كلثوم لكن ما نجحش مثلا مع عبد الحليم زي ما الموجي نجح مع عبد الحليم. بتبقى ايه يعني، هل هي كيمياء انسانيه ولا فنيه؟ كيمياء فنيه وانسانيه وصداقه. ايه اللي يعني بيجي الاول؟ صداقه ما بينهم واخوه و وعبد الحليم عندنا في البيت على طول، احنا عنده في البيت على طول، يعني ده كان في الاسره داخل الاسره بتاعتنا. بس ده يعني انه يبقى الفن، يعني قصدي اقول ان ممكن يبقى حد متوافق جدا فنيا مع شخص بس مش شرط متوافق معاه انسانيا قوي، يعني مش لازم يكون صحاب بس بيطلعوا شغل حلو. بتحصل بس هي كيمياء ما لهاش تحليل، يعني ما نقدرش نقول عليها حاجه يعني. وهل فعلا الناس كانت شايفه ان الموجي امتداد طبيعي لمحمد رياض السنباطي؟ هو كان شايف كده. صبي صبي. هو كان بيقول كده بنفسه، بيقول انا اساتذتي الاصبجي زكريا احمد عبد الوهاب السنباطي. ايه وجه التشابه يعني؟ ايه وجه التشابه؟ لا مفيش تشابه بينهم بس بياخد منهم وبيكمل. يعني لازم يكون عنده اساس، اي ملحن كبير او اي موزع كبير عايز يبقى حاجه يعني لازم يبقى عنده نقول اساس. يعني نقدر نقول ان الاصبجي له سمه نقدر نقول عليها من السمات اللي هي بالطبيعه كده انتقلت بعد كده ليه بصمه طبعا في الحانه. طب انا عايزه يعني برضو ارجع لجزئيه ان هو كان خريج كليه زراعه وما يعني ما درس تقريبا الموسيقى في المعهد. الى اي مدى ده صعب بما ان حضرتك برضو دكتوره وحضرتك برضو درست اكيد، فالى اي مدى بيبقى صعب تحقق نجاح يعني كبير جدا 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 بالنسبه للموجي؟ يعني بالنسبه للموجي بالنسبه له هو يعني دي كانت موهبه من عند ربنا. لا دفنت لي موهبه من عند ربنا طبعا. جرب على فكره يدرس، جرب لقى نفسه مش جاي خالص مع فعلا اصحى بدري بقى و... ده عمله بتدرس حاليا بتدرس. طب ازاي يا استاذ يحيى ازاي ده حصل؟ هي دي ما لهاش تفسير يعني. انا لما عملت الماجستير عنه ما كانش لها تفسير ابدا الحكايه يعني. دي حاجه من عند ربنا ملهاش اي تفسير. الموهبه طغت على اي نوع من انواع. واكتشفت في الرساله برضو ان هو مش امتداد لحد، ده كان ليه اسلوب خاص بيه جدا، جايز يكون مثلا تاثر او اتعلم من اللي سبقوه لكن هو كان ليه اسلوب خاص مختلف تماما. يعني مين علمه العزف ومين علمه لوحده؟ ده من هو عنده 6 سنوات. ده حاجه مبهره بصراحه. لوحده بياخد العود بتاع جدي ويعرف يسمي المقامات. لا 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 مفيش الكلام ده. والتاريخ بيعيد نفسه معايا فعلا، وانا عندي 7 سنين مسكت العود لعبت عليه على طول. بس حضرتك درست لعبت عود على طول من غير ما ادرس من غير اي حاجه من غير ما اعرف اي حاجه بالودن بلعب صبر حدود واسال روحك. صحيح. يعني عيل عنده 7 سنين بيلعب الصبر حدود والتقسيمه بتاعت العود يعني ايه ده؟ فبابا قال لي ايه ده انت ايه اللي انت ايه اللي بتعمله؟ ارسم النوته بقى وما النوته والحاجات إيه دي. قال لي ايه الموهبه دي؟ لا انت مين اللي علمك؟ قلت له ما اعرفش انا عزفت على طول. راح واخدني من ايده قال لي بقى خلص بقى وتعالى. واحنا معانا راشد من الدكتوراه بتاعتك. أيوه؟ يا دكتور نجم الماجستير. الماجستير وبابا حضر موجود. كان يوم عيد ميلاده على فكره كان يوم 4 مارس الله سنه ايوه 93. كان عندك مشكله صح؟ لا. المشكله كانت قبل كده. ايه هي؟ ان في الاكاديميه عندنا في المعهد كانوا رافضين الرساله كلها. قال لي عشان بابا. عشان بابا. فانا جيت قلت لهم هل في اللائحه او القانون بيمنع؟ قالوا لي ماده بتنص على انه يعني ايه وجه وحي وحي وموجود. قلت لهم هو لازم يكون متوفي عشان اقدر اعمل عنه. هم حسوا ان في حاجه غلط. انا مش هتكوني موضوعيه. قالوا لي يعني برضه هتبقي متحيزه بتبكي؟ طب دفعتي عندها ازاي؟ اصل تعبت جدا يعني اثبتت ازاي انه لا انا اقدر اعمل ماجستير عن والدي
واكون حيادية؟ قلت لهم اولا الميزه ان هو على قيد الحياه. معقوله الصوره دي رهيبه؟ على قيد الحياه وهيمدني بمعلومات مش ما فيهاش اي قولان، يعني هتبقى معلومات اراها ارى الرساله كلها. قد كان معايا خطوه يا حبيبتي، ده انت عماله تعيطي. ليه كنت بتعيطي؟ يعني من التعب من الفرحه تعبت فيها جدا جدا يعني. حسيت كمان بانجاز، حسيت ان انت برضو تحديتي وفي الاخر عملت اللي انت عايزاه. يعني احلل قارات الفنجان اقعد اربع ايام احلل فيها ليه يعني؟ ورساله من تحت الماء نفس الحكايه برضو، ثلاث اربع ايام احلل فيها يعني كذا صفحه. شكله مصري اصيل ووسيم جدا. طب بقول لك ايه، من الحاجات الايموشنال دي والعاطفيات دي سمعنا حاجه ساعيه عشان ايه نمشي مع الموضوع. فرحة اللي انت عايز تسمعه لنا سمعه لنا حاجه حلوه مع فرح طبعا. يلا نقول ايه؟ اقول لك حاجه. قول لي قبل ما تبدا بس. بص يا جماعه، هو يعمل الانترو. اكدب عليك لو قلت بحبك لسه اكدب عليك، واكدب عليك لو قلت نسيتك همسى اكدب عليك، اكدب عليك لو قلت بحبك لسه اكدب عليك، واكدب عليك لو قلت نسيتك همسى اكدب عليك. امال انا ايه؟ قولي انت انا ايه؟ اختار لي بر وانا ارسى علي. امال انا ايه؟ قولي انت انا ايه؟ اختار لي بر وانا ارسى علي. لسا حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي؟ انت حبيبي يعني لسا حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي؟ قول يا حبيبي، قول يا حبيبي، قول يا حبيبي، قول قول يا حبيبي، قول قول يا حبيبي. عظمة، ايه الجمال بقى، ايه الجمال ده. ممكن كمان الكمان اللعب بيها بيرقص المزيكا بيرقص. لا انا بوزع بتزود على اللحن يتوزع فعلا بس بطريقه زي ما حضرتك قلت ما تاخدش طبعا. هل فعلا علاقه الموجي وورده تاثرت بعد ما ارتبطها او بعد ما هي تزوجت بليغ حمدي؟ لان هي طلعت قالت الكلام، هي اللي قالت اتاثرت الى حد هي اللي الى حد ما بحكم انه يعني بليغ زوجها فكانت مهتمه بالحانه اكتر وبتغني الحانه اكتر. لا ماشي، بس يعني انت كده رامي الكوره كلها في ملعب ورده وبليغ، وهو هو مثلا كان في خلافات بينهم. الفها في حفله واحده، مستحيل ما اتقالتش في حفله، يعني ممكن قالت مره واحده، قالت مذهب مستحيل مره واحده يعني. ما فيش اهتمام بالحانه فعشان يعني ده نقطه خلاف. يعني بس شايفين ان ورده هي الملامه وبليغ هو الملام مش استاذ الموج. يعني يمكن ما نلومش بليغ برضو، نلوم ورده المطربه اللي هي طب ليه هي اللي راميه الكره في ملعب الموجي؟ هي بتنقي اغانيها وهي بتقول ان هو اللي بعت.
لا لا، هي اللي بعدت عن ألحانه وما بقتش تغنيها في حفلات. يعني ما بقتش تغني الحفلات. كان ممكن يبقى تعاون مثمر لو كانوا كملوا مع بعض يعني. بس بتغني بس ما كانش اغلبها بقى بليغ اغلبها يعني. صح. ايه الفرق؟ ياه تعارض افكار. مش ممكن. ايه الفرق؟ والله ما يحصل. لا 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 تعرض افكار بس. ايوه ايه الفرق ما بين ايوه بالظبط، ايه الفرق ما بين بليغ والموجي من وجهه نظرك؟ يعني ما نقارنش يعني، احنا بنسال فنانين يعني عايزين نسمع ردود يعني ما فيش مقارنه يعني تكنيكيه. اه علميا هنقول ان الموجي عنده حاجات تدرس فعلا في المعاهد. يمكن بليغ ما عندوش حاجات تدرس في المعاهد. الموجي عنده حاجات علمية أكتر، متفتح أكتر، بيسمع سيمفونيات، بيسمع هارموني، بيسمع بره يعني، فعنده الجملة الموسيقية اللي هي ممكن تدرس في المعاهد يعني، يمكن ده الفرق بس. طيب في حاجة يعني دلوقتي حاليا بقى أحيانا يعني المطرب يروح بالكلمات على لحن جاهز يعني. بيقولوا له ادي لحن اهو اكتب لنا عليه كلمات. او اللي احنا متعودين عليه من زمان ان يبقى فيه كلمات والملحن ياخدها كده ويعيش عليها. طبعا. اني اللي اصح؟ وهل يعني الموجي كان له اي تجارب في اللي هو الحاجه وعكسها؟ لا، الاصح طبعا ان الكلام بيتحط قدام الملحن ويبتدي يلحنه، وهيلحنه لمين؟ يعني مش اي حاجه يعني. هيلحن لمين؟ هيلحن لعبد الحليم؟ هيدوه نوعيه صوته. هيلحن لفايزه؟ موضوع تاني. الورده موضوع تاني خالص. نجات موضوع تاني يعني، مع ان في مطربين يعني غنوا نفس اللحن بس يعني برضو تفصيل اللحن على مطرب بيكون احسن. هم كانوا مسميين محمد موجي ترزي المطربين. على رب المقاس يعني، كل بالمقاس بالمقاس بالظبط. وعلى فكره ما بيجي يلحن اي اغنيه برضو بيجي له الكلمات بيبقى خط الشعر حلو جدا. لا هو بيحب يكتبها تاني بخط ايده عشان بيعيش في الكلمه. ده غير ان هو برضو قاري في علم العروض الشعري. فعارف البحور والتفعيلات فكان بيقطع الكلمات كده. ما كانش له تجارب شعر تاليف؟ لا كلمات. لا تاليف لا لا، بس متذوقه طبعا طبيعي واضح يعني محب كمان. طب احنا عندنا مفاجاه لذيذة كده، مش هقول لكم ليها علاقة مين، بس ليها علاقة بحد قاعد هنا وحد تاني قاعد هنا. تعالوا نشوف. ما تيجوا نشوف. يعني الموقف ده احترافية هو صعب. الواحد ايموشنال قوي. انا متعود ان انا ممكن دموعي تنزل وانا بلعب.
هي اصلا كمان جت تحس ان هي عايزه تعيط. مش هتسكت وبتضحك وبترقص وبتعمل كل حاجه كمان. بس الشجن فيها عاليه. كان بيمتحن وحرارته 40. ها؟ كان بيمتحن؟ دي بقى رايح الامتحان وحرارته 40 كمانجه. امتحان الكمانجه كانت حرارته 40. نسيت ان انا حرارته 40 ولعبت طبعا يعني. مش معقول في الاحساس وكده بينسى بينسى. علاقتك بعمرو دياب بقى كلمنا عنها بما ان احنا دي من صغرنا من قبل ما يغني ومن قبل ما اعزف ومن قبل أوكي. ما احترف التوزيع ولا اي حاجه ولا العزف. علاقه صداقه يعني. صداقه من الاول. هو كان معايا في معهد الموسيقى. انا كان عندي فرقه موسيقيه عملتها كده بين صحابي اللي في المعهد وابتدينا نروح اماكن نعزف فيها ونغني فيها. فعمرو قال طب ما خدوني معاكم، طب انا اغني معاكم اطلع اغني معاكم. كان فعلا بيطلع يغني معانا حاجات عبد الحليم وام كلثوم. هو حافظ الحاجات دي ومتاثر بيها يعني وده سر نجاحه لغايه دلوقتي ان هو بيحب عبد الحليم وام كلثوم طبعا. هل بمناسبه لما ايه كانت بتقول انتوا عيله كلام العيله كتير، انك تشيل اسم كبير مسؤوليه طبعا. ساعات بتبقى طبعا حاجه كويسه وفخر وكل حاجه، بس ساعات ممكن تكون مقيده شويه. يعني بتخلي بالك مش اي حاجه اللي يتسمح لحد تاني لا يسمح لي. سلاح ذو حدين طبعا. حسيته بده بقى كل واحد في مجاله، والى اي مدى حسيته لا ده مش هيكون مقيد، احنا ممكن نبقى برضو مش شايلين اسم الموجي لكن احنا في طريقنا ومجددين ومش لا لازم لا. يعني نبقى ماشيين كده. عبء تقيل جدا 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 ان انا شايل اسم محمد الموجي. فلا تقيل بس بشكل ايجابي ولا بشكل ممكن ساعات شكل يكون ايجابي، بس ممكن لو انا وحش هيبقى شكل يعني. بمعنى ايه انت وحش؟ ايجابي يعني وحش في الموسيقى. مش شاطر. لا الاختيارات فاشل في الكمانجه مش عارف ايه. لا ماشي ما ينفعش اقول ابن محمد الموجي فاشل يعني. لا سيبك من الفشل، انا بتكلم على الاختيارات. اعتقد برضو شريف كان يقصد الاختيارات. اختياراتك يعني مغامراتك ما تاخدهاش مثلا يعني ممكن خطوات نوع مزيكا ما تعملوش مع انك نفسك تعمله. ونفس الكلام برضو محافظة على اسم محمد الموجي. ما اقدرش اروح اي مكان او اي حاجه او اختار اي اختيار. لا طبعا. هل الجيل الجديد لازم تخطى ده؟ يعني ده وبرضو انت الجيل الجديد الى حد ما بص يمين وشمال. فاهم قصدي؟ لا فاهمك. وامتى بيبقى عبء؟ امتى بيبقى عبء للترايلز او للتجارب الجديده؟ طول الوقت. طول الوقت عيب وتعب لي اعصابي بس. مسؤوليه طبعا. بس ما هو اصلا بس بفتكر حاجه بقى. ان الموجي اصلا مجدد. بفتكر الكلمه دي مجدد، ومنها بقول لازم افضل متجدد. فلما هجدد مش كده بتفاهه وخلاص، لا بعلم وفهم واكيد بذوق حلو. ايه اكتر حاجه مجنونه عملتها وكنت متخوف منها وحاسس انه بتطلع بره ال بتعمل اعلانات؟ انا عارف القوالب. كنت مجنونه بس يعني. لا انا اصلا مجنونه ب ب انا منفتح لاي حاجه. لا منفتح على اي حاجه النهارده يعني. بعمل موسيقى الكترونيه عادي وموسيقى حيه عادي جدا برضه. منفتح لاي تجربه جديده. الجينات الجينات عندك فالروحه. انا عايزه اعرف برضو فرح اختياراتك والالحان اللي تحبي تغنيها، وايه اكتر برضو الاغاني اللي هي يعني مثلا ممكن تغني مهرجانات تدندني في البيت مهرجانات تغني. حد هيموتك؟ مين هيموتك؟ كلهم 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 هيموتوا. حتى الحاجات اللي هي مش مهرجانات قوي اللي هي مثلا يعني مثلا كانت بتاعت عبد الباسط شعبي بقى شعبي حاجات شعبي بنكهه لذيذه عصريه كده برضو تخافي. بنحب فيك يا جاري شعبي. بس شعبي تاني شعبي قوي. لا معلش دلوقتي شعبي دلوقتي غير مختلف. معلش الثانيه بقت كلاسيك خلاص. ايوه انت دارسه ايه اصلا يا فرح؟ لا انا درست حاجه ثانيه خالص. انا لغات وترجمه. اوكي. انا مش درست ما دخلتش المعهد برضه ما دخلتيش المعهد. عندها حجه. ولا خدتي عندها حجه. عندها الموجي مش دارس. كلميني في ايه اصلا؟ لا انا صراحه ما كنتش عايزه اخش المعهد عشان كنت عايزه ابقى في حاجه ثانيه انا يعني فاهمه فيها وعارفه فيها. ما كنتش عايزه ابقى في حته واحده ما فيش حاجه مضمونه يعني. كنت عايزه ابقى في السيف سايد. فانا يعني حاليا فعلا مركزه شويه في ناحيه مجال دراستي وكده. بس انا بالنسبه لموضوع الاختيار ده انا برضو يعني لما بقعد افكر طب عايزه اعمل حاجه ليا بقى
يعني اغانيكي بقى. عندي طاقه رهيبه، عايزه اعمل حاجه ليا انا بقى يعني. مش عايزه طول الوقت اقعد اغني للناس، عايزه حاجه بتاعتي. اوكي. الموضوع مش بيبقى سهل لان انا كمان في ستاندرد كلهم انا في العيله هنا كلهم لازم ابقى مركزه الحاجه اللي هعملها ايه. الا ايه الكلام اللي هقوله. يعني انا بابايا مثلا بيقعد يقول لي لا كلام الاغنيه ده مش ركيك. اللي هو طب ما ده اللي بيحصل دلوقتي، الناس بتسمع هو ده اللي الناس بتسمعه وتستقبله، مش مقبول بقى، مش موجود خالص. يعني انا ما باجي اطلع اغني مثلا اقول لبابا اقعد اعزف معايا مثلا نصور فيديو وانزله، ماشي، يقول لي مش هقعد اعزف معاكي الاغاني بتاعت دلوقتي دي، عايزه اقعد اعزف معاكي لاني حاجه ام كلثوم. عندك مثال لاغنيه مثلا هي بالنسبه لنا احنا عاديه جدا وكنت شايف انه ايه ده ايه ده ايه ده؟ اغنيه معينه لا، بس يعني هو طب يعني مثلا لسه اغنيه جديده نازله لإليسا عجبتني قوي اسمها انا سكتين، فهي بتقول ايه في كلام الاغنيه، بتقول خليك بقى معايا في السليم. قال لي ايه في السليم؟ بتقول له خليك معايا في السليم. لا تمام بقى، فين خليك معايا شمال، ده مشوار في خليك معايا شمال ده السليم. انا قلت يعني حسب حاجه يعني اكتر من كده بكتير، هو عايز يدخل شمال فيطلع خليك معايا في السليم. فقال لي ايه في السليم دي، وهي عادي خلاص معايا. فقال لي بصي عايزه نقعد ننزل فيديو، وفعلا عملنا فيديو ساعتها غنيت اسال روحك. لا نهار يا بنتي خروجي من القيود الاسريه دي عشان يبقى لك لايم. انا مش عارفه خلاص ايوه. طب فوجي نفسه كان رايه ايه؟ افتكرت حاجه؟ افتكرت حاجه، ولا حاجه مجنونه؟ اه انا اشتغلت مع رابر قبل كده. اوه مين؟ وعملت له موسيقى اوركستريشن و مين؟ لا قول بسرعه. عفروتو. يا سلام. انهي اغنيه؟ انهي اغنيه؟ هي الكلاش؟ برنامج مش كلاش، هو برنامج مشروب طاقه كده. صالونات. بيعملوا صالونات فالسيزون الثالث. طبعا انا ما كنتش اعرفه وهو ما يعرفنيش، وقعدنا 8 ساعات اجباري نتعرف اعملوا حاجه اعملوا حاجه برضو. بيجيبوا اي اتنين ما لهمش علاقه ببعض خالص. زي ما كانوا جايبين ابو يوسف ومدحت. انا مش عارفه بيبقى اسمه ايه اصلا. ومدحت صالح بالظبط. ناس مالهاش دعوه ببعض خالص. خلفيات مالهاش دعوه ببعض. فلو ببص له كده هو اللي هو لابسه ده هو بص لي ايه هو اللي لابسه ده؟ اتنين من كوكبين مختلفين. طب احنا الوقت بيجري هنعمل ايه؟ طب انت حاسس بيه عايز تقول ايه دلوقتي؟ فاجس يعني تجربتي كانت بجد مش ستيج، ده يعني مش معموله للشو يعني. دندن لنا اي حاجه هموت. مش هدندنش انا ما بعرفش اغني راب خالص. يعني قول لنا سكه المزيكا كانت عامله ازاي حتى دندن اللحن. القصه بتاعتها دندن اللحن هو بيقول فلو كلام ملوش علاقه بالمات قوي. تي تا تي تا تي الريتم كده وانا بعمل معاه خلفيه، وهو عامل قصه ايه رحله نجاحه. ان هو كان محدش سائل فيه، وان هو داق المر في الشارع وما اعرفش ايه، بس طبعا النجاح حلو بتاع، فرحت عامل بقى خلفيه ورا كاني ايه فيلم سينما. اكيد طلعت حلوه. انا متحمسه قوي اشوف الحلقه دي. عمل فيدباك فظيع على بس فكرة. عايزه اسال سؤال دكتور نغم، كان اكيد يعني موسيقار الموجي كان قابل برضو شويه اصوات من اللي احنا بنتكلم عنهم دي، كان على الاقل طبعا ما اتعاملش معاهم، لكن كان رايه ايه؟ كان ليه راي في اللي هو في زمان يعني كان وقتها الشباب. لا على فكره هو عمل لحن الانوشكا لحنين كمان. عمل لانوشكا لحنين؟ مش معقول قد ايه كان متجدد. تيجي نغني مش معقول اسمه تيجي نغني. انا بحب تيجي نغني قوي. وخدت عليها جايزه. طب ما تيجي نغني. يلا نغني. يلا نغني. بيت العز بقى. ده في طلب جماهيري بتروح على بيت العز. السلام الجمهوري بتاع عيلتنا. قربنا نخلص ولا قربنا دي اخر الاغنيه دي؟ ما احنا دايما كنا بنختم بيه اي جمهوري بتاع عائلة. انت هو تسموا البيت بتاعكم بيت العز بصراحه بتاع بيت العز يلا. اول عتبتنا بيت العز يا بيت السعد
الورد يا بيت الفرق يا بيتنا. صح؟ انا مش مركباهم هم. طيب. انا بشكر يعني الخطوه العزيزه دي قوي قوي قوي. حاجه بسيطه. سعداء بوجودنا معاكم والله. رائع. يعني انتوا عيله اكتر من رائعه. مزيكا اكتر من رائعه. الوقت بيعدي كده. الوقت بيجري على رائعه. نورتونا بجد. انتوا البرنامج بتاعكم جميل جدا. استوديو العز يا بنت. يعني حاجه اهداء بسيط. حاجه بسيطه كده جدا مننا. حضراتكم. شكرا لكم اللي انتوا نورتونا. شكرا شكرا. اشكركم جدا جدا. بنشكركم بجد. نورتونا بجد. نورتونا. انا هقوم اسلم بصراحه كاننا في البيت. اكيد اكيد. نورتنا يا احمد وبالتوفيق. وانا هروح اشوف الحلقه على طول. انا هستني اشوفها. حبيبتي اسنده معاكي. غريب قوي. متفقين بجد. ميرسي جدا. والله عايزين فرصه سعيده جدا جدا. ايوه لازم. نورتي. ونتمنى فرحة فرحة. هو المكتوب يا ولدي الحب عليك. هو المكتوب يا ولدي الحب عليك. هو المكتوب يا ولدي الحب عليك. هو المكتوب يا ولدي. يا ولدي قد مات شهيدا. يا ولدي قد مات شهيدا. من مات فداء للمحبوب. من مات فداء للمحبوب. من مات فداء للمحبوب. من مات فداء للمحبوب.